تمكنت عامة سور الشرطة بولاية أمن القنيطرة خلال الساعات الأولى من يوم أمس الاثنين من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وكشفت مصادر أمنية أن المشتبه فيه كان قد أقدم ليلة الأحد الماضي على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة ميموزا بمدينة القنيطرة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.